بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان كريم عاده الله علينا باليمن والبركة والخير. رأينا في حصتنا الفارطة كيف أن الله سبحانه وتعالى ربط أمره بالصوم بتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولنعلم بداية، إذا لم يحقق الإنسان المسلم التقوى من وراء صومه فلن يكون لهذا الصوم أي أثر في حياة المسلم. علينا إذن أن نفهم معنى التقوى. حتى بالدرجة نقول فلان يلبس على راسه تاجية. إيش معنى تاجية؟ يعني ما يقي رأسه الحر والقر، يعني يحمي رأسه من البرد والحر. وكذلك التقوى، فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى تقية، حاجزا يردعك عن ارتكاب المحظور، عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أحدهم عن معنى التقوى، ايش معنى التقوى؟ لماذا أجابه هذا الشخص؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هل سلكت ثنية فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت عن ثيابي وحاذرت أن تخزني شوكة. قال: فكذلك تقوى الله، حاذر يا أمير المؤمنين أن تقع في حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير هذا الشخص. لو سألنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن معنى التقوى لأجابنا بقوله رضي الله عنه وكرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل، أن تخاف الله سبحانه وتعالى. الجليل هو الله سبحانه وتعالى، أن تخافه، أن تخشاه. ما نعملوش كيف الناس اللي يقولوا أنا ما نخافش ربي، ويجيب في تلفزة ويقول أنا ما نخافش ربي، وربي سبحانه وتعالى يقول: وإياي فاتقون وإياي فارهبون فلا تخشوهم واخشون. أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يخافوه. لكن يلزمنا نفهم أن المولى سبحانه وتعالى هو الوحيد جل وعلا اللي نخافه منه ونحبوه. علاش؟ لأننا موقنون أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، وأن الله سبحانه وتعالى أرأف بنا من أمهاتنا، فاسمه سبحانه وتعالى الرؤوف، اسمه الرحيم، اسمه الرحمن، اسمه العفو، اسمه الغفور سبحانه وتعالى. ثم إننا في إسلامنا نخاف الله سبحانه وتعالى ولكننا نرجوه، ذلك القطبان
اللذان يجب على كل مسلم أن يبني عليهما علاقته بالله سبحانه وتعالى، قطب الخوف من عقاب الله وبطشه وشدته وعذابه وناره، وقطب الرجاء، رجاء رحمة الله، عفو، مغفرة، نوال جنت سبحانه وتعالى، خوف ورجاء. لأننا إذا اقتصرنا على الخوف يئسنا، واليأس ليس من صفات المؤمنين. ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. الخوف يولد اليأس، والرجاء إذا بنينا علاقتنا على قطب الرجاء فقط فإننا نخشى من طول الأمل، وطول الأمل يجعل الإنسان متسيبا بعيدا عن الطريق. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول الأمل، خوف ورجاء. الخوف من الجليل، نعم يا أمير المؤمنين، والثانية والعمل بالتنزيل، أن تعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من وحي، من قرآن وسنة، لأن السنة كذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله. إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة هو في الحقيقة كافر بالقرآن أيضا، لأن القرآن يحيلنا على السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى بصريح القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإلا كيف لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم قرآنيون، كيف لهم أن يعلموننا من القرآن كيف نصلي؟ هل في القرآن آية واحدة تقول إن صلاة الظهر 4 ركعات؟ أبدا. من الذي علمنا ذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم في الحج. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يكتب كل شيء يقوله صلى الله عليه وسلم، حتى عتب عليه الناس وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا وأنت تكتب كل شيء. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب يا عبد الله، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. نتواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. كيفاش ملف السرنا سيد علي بن أبي طالب التقوى؟ قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك من رزقك. وهنا لابد أن نفهم ما معنى الرزق، لأننا عادة ما نحصر الرزق في المال
والأكل والشرب، بينما الرزق أوسع من ذلك كثيرا. الله سبحانه وتعالى عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إنما يقصد بالرزق المفهوم الواسع للرزق، ليس فقط الأكل والشرب والمال، كل شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه فهو رزق. وهنا لا غرابة في أن نسمع رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى فيقول اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري، يعني تصبح الصحة رزقا، والمرأة الصالحة رزقا، والزوج الصالح رزقا، والأولاد الصالحون رزقا، والجيرة الصالحة رزقا، والمركب الهنيء رزقا، والمسكن الواسع رزقا. هذا كل هذا مفهوم الرزق بالمعنى الدقيق للكلمة التي يريدها سبحانه وتعالى من هذا الرزق. إما أن تحصر الرزق في الأكل والشرب والمال فهذا أمر ضئيل من نعم الله سبحانه وتعالى التي تكرم بها على عباده سبحانه وتعالى. عليك أن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك من الرزق. رزقك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، رزقك ورزقك يتبعك كما يتبعك أو يتبعك أجلك أو أجلك. مهما ولو دخلت إلى كهف فإن رزقك سيتبعك ويصل إليك. ماذا إذن؟ فلنجلس إلى في البيوت، ويرزق البومة في العش ارزقني وأنا في الفرج، ويرزق البومة في الدار ارزقني وأنا في الغار. لا، ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام يقول لنا كما قال لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور لا تبقى في أعشاشها في الغدات يعني في الصباح، بل تخرج وهي خالية، خالية الذهن مما ستجد من رزق، ولكنها تغدو تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتروح في العشي وقد امتلأت حويصلاتها بما شاء الله سبحانه وتعالى لها أن ترزق منه. فعلينا أن نفهم هذا وأن نتمعن قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه. السرب هو العائلة يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في سربه هذا إشارة أو إحالة إلى سرب الطيور وما فيه من رأفة وألفة. الإمام ابن حزم كتب كتاب سماه طوق الحمامة في الألفة والألاف، لأن الحمام والحمامة من أشد الطيور ألفة ومحبة. من أصبح آمنا في سربه يعني أولاده، زوجته وأولاده، أو زوجها وأولادها في أحسن ما يرام من صحة وعافية وأخلاق وصلاة ودين، آمن معافا في بدنه، ليس مصابا بأي مرض والحمد لله رب العالمين، يجد قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني وقت اللي تبدأ أنت آمن في بيتك معافى في بدنك
وتلقى ما تاكل فيها كالنهار هكايا، فقد جمعت لك الدنيا بحذافرها. ماذا تريد أيضا؟ اعلم أخي وأختي أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين العباد ولم ينس أحدا سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى هذه الطرفة، إلى هذه النادرة، إلى هذه النادرة الواقعة. في اليابان يبنون بيوتهم من الخشب خشية الزلازل. شخص بعد مدة 12 سنة 13 سنة أراد أن يجدد بيته، فبينما هو يفك الألواح إذ وجد حرذونا اللي نسميه احنا بلغتنا البقشاش، وسمى في بقعة تقرين يسميه في تونس ببريص، يجده بين خشبتين وقد دق في أحد أقدامه مسمارا ولكنه حي يتنفس حي. فعجب الرجل كيف بقي طول هذه المدة وهو حي. قال لابد أن أترقب وأرى هذا السر. فإذا بي حرذون آخر بوغشاش آخر يجيب له في الماكلة يطعم فيه. سبحان الله، يا ابن آدم ربك جل وعلا يهتم بحرذون من الزواحف يعني من أدنى الحيوانات ويوصل إليه رزقه وأنت يهملك؟ أبدا. فعليك أن ترضى وتقنع بعطاء الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى اسمه العدل، اسمه الحكيم. وقال لنا في حديث قدسي إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو أغنيته لطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فلو أفقرته لكفر. فسبحانك يا ربنا ما أعدلك وما أحكمك، قسمت الأرزاق بين العباد ولم تنسى أحدا. فاللهم رضينا يا ربنا برزقك الذي قسمته لنا. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلنا راحلون، كلنا مسافرون، والعاقل هو الذي يستعد لسفره. فنحن في الدنيا في دار ممر ونذهب إلى دار مقر. الدنيا مطية إلى الآخرة، فعليك أن تتزود في مطيتك حتى توصلك إلى الآخرة، إلى مقرك سالما آمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't know.